بنرحب بيك يا حاجة نورهان على موقع المصري اليوم. يا اهلا وسهلا بيك. قولي لنا يعني اليوم كان ماشي معاك ازاي النهارده من اول ما جيتي لحد ما دخلتي وادليتي بصوتك؟ والله يعني مفيش، دخلت على طول، مفيش دقيقه واحده اللي خلصت ومشيت. دقيقه بالظبط؟ بالظبط دقيقه بالظبط. هل عندك اي ملحوظات او اي حاجه واجهتك؟ زي الفل زي الفل. مصر وشعب مصر ورئيس مصر وكل المصريين، الشرف والنضافة والجمال الكرمة. الله يخليك. والله ما فيش أكرم من الشعب المصري. والله إن شاء الله ربنا ينصر مصر على كل عدلها إن شاء الله. اللهم آمين. رغم تعب حضرتك ويعني سنك نزلتي وشاركتي، كلمينا عن دورك وانت نازله تشارك النهارده. والله انا جايه فرحانه ومستنيه اليوم ده بفارغ الصبر، وفرحانه ان انا هاجي احط صوتي، لان صوتي شيء مهم. احنا المصريين، احنا الحضاره، احنا اتعلمنا كده وتربينا على كده. انا كبيره مش صغيره. انا حضرت من ايام حرب 56، عارفة الكلام ده كله، وعارفة مين اللي يقدر يساعد مصر. شعبها الجميل ورئيسها الجميل، وربنا يخليه لينا ويحفظه. الله يخليك. طيب حاجة نورهان، انت تقولي ايه للناس كلها، تقولي ايه للشعب المصري؟ والله بقول له ربنا ان شاء الله ينصرنا على جميع عادينا، وان شاء الله ربنا هياخد بيد مصر، هتدنها مصر في الدنيا وهتفضل في الدنيا. تمام. النهارده في اول يوم لينا النهارده في الانتخابات كان يعني معظم الناس اللي نزلت السيدات، ناس فرحانه، ناس نزلت فرحانه. انا فاتحه التلفزيون محمد 9:08 وانا لاقيه الناس في اسكندريه وهنا 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 وهنا، الناس كتير على مستوى جمهوريه مصر العربيه. كتير وناس فرحانين. واللي مفرحني زياده ان النهارده شايف الشباب بكثافه. الشباب كتير، كله نازل يشارك، كله نازل يقول رايه، كله نازل يشارك، وكله نازل ماسك على مصر، وكله بيقول يحيى تحيا مصر. الحمد لله. قول لنا طب حاجه نورهان، عرفينا كده بنفسك، قول لنا انت من هنا من القاهره. انا اساسا بورسعيديه المولد، ابويا بورسعيدي وامي من مصر. وانا موجوده هنا في مصر، بس كنت عايشت فتره طويله في بورسعيد. 11 و12 لما اتجوزت 11 مصر كلها يعني بلد. انا موجوده هنا في التجمع. طيب انت جيتي قعدتي دقيقه ومشيتي، شايفه حاله فرحه، حاله بهجه حواليكي من كل الناس. جدا جدا. الناس وشها بتضحك حتى في الشارع اللي ماشيه العاديه، اللي في العربيات حوالينا رايحين جايين، بنضحك لبعض، بنبتسم لبعض، كاننا نعرف بعض. تقولي ايه لكل الناس عن الانتخابات؟ اقول لهم ربنا ينجح اللي نفسنا فيه واللي احنا انتخبناه، وهو ده اللي هيحبس مصر، وهو ده اللي هيحفظ مصر، وهو ده اللي عارف طريق مصري. فربنا معانا ومعاه، وينصرنا على مين يعادينا. مش عايز اتكلم في اسرائيل ولا ارفع. طيب بشكرك جدا حاجه نورهان.